مصرع شخصين جرفتهما السيول في دهوك، والمياه أيضا تجتاح عددا من المنازل. ما هي الإجراءات التي من الواجب اتخاذها في مثل هكذا حالات، وهل ما اتخذ يكفي؟ حقيقة هذه الحالة كانت متوقعة منذ فترة، يعني التكنولوجيا ساعدت الحكومات وساعدت الأهالي أيضا على تجنب مثل هذه المشاكل وهذه الأضرار، ولكن هي هذه الأضرار لا بد منها. يعني هي مسألة الكوارث الطبيعية يجب التخفيف من آثارها، يعني لا يمكن للبشر أن يمنع هذه الحوادث أو الكوارث، ولكن اللي هو يكون الحكومة وكذلك السكان عليهم بالتخفيف من هذه الآثار السلبية والخطيرة هي على الأرواح والممتلكات. فالحقيقة المفروض كانت اليوم يكون على كل الدوائر في كل المحافظات على يعني أرجاء العراق يكون هناك حالة تأهب قصوى للدوائر، ويدخل الجيش والقوات المسلحة لمساعدة الأهالي والحفاظ على المناطق السكنية اللي هي كانت متوقعة أنه تحدث فيها الفيضانات. بالنسبة إلى دهوك، الحقيقة دهوك من الناحية الطبوغرافية هي مناطق مساعدة جدا على تمرير هذه السيول، ولكن السبب أنه المجاري الأنهر والوديان هي حقيقة هناك جزء من التجاوز على بعض الوديان، وهناك أيضا عدم وجود مجاري في الشوارع الرئيسية، وكذلك وجود الفضلات على مجاري الأنهر الموسمية الموجودة. كل هذه أدت إلى أن تتفاقم هذه الكوارث أو هذه الأزمة في محافظة مثل محافظة دهوك. نعم، لكن عندما تتحدث سيد رمضان عن وجود تجاوزات وبعض الأخطاء، ألم يكن من الممكن تجاوز مثل هكذا أخطاء؟ يعني وأنت تحدثت في البداية عن أن حالة كهذه كانت متوقعة. هو يعتمد على الوعي. الحقيقة الإنسان بشكل عام العراقيين يعني ينتظرون إلى اللحظة الأخيرة، وهذا هو يعني الكبير، أنه مسألة الأزمات هي دراسة، هي علم صار علم، يعني تقليل الكوارث الطبيعية خاصة مثل الزلزال. الزلزال غير متوقع، قد يكون هناك تنبؤ انه بقرب زلزال، ولكن هذه حاله كانت متوقعه جدا، والمفروض الناس اللي هي موجود على قريب من مجاري الانهر وقريب من الوديان وقريب من الشوارع، حتى الناس اللي خرجت اليوم المفروض يعني يكون الخروج من البيت حذر لاشياء يعني مهمه جدا، يعني لابد منها، والا يجب ان يكون اليوم حاله من الترقب ومحاوله تخفيف هذه الازمه. يعني المحاولة يعني قد يكون هناك حملات لفتح المجاري وتسليك الطرق وتسليك مجاري الأنهر أو مجاري البيان، هذه كانت المفروض أن تقوم بها الحكومة زائدا المجتمع يعني التطوعية. وأنا ذكرت أنه سابقا كان الجيش العراقي يكون في حالة تأخر باعتبار الجيش هي القوة اللي ممكن أن تساعد في مثل هذه الحالات، ولم نرى اليوم اي تدخل في ارجاء العراق انه عدا الدوائر المعنيه البلديه او الدفاع المدني، وهذه الدوائر يعني ما تستطيع ان يكون الموجه عامه. هي الموجه كانت تقريبا بشكل عام شمال العراق والمناطق الجنوبيه، يعني هي المفروض الحكومه على مستوى رئاسه الوزراء تاخذ هذه الاجراءات وتدي الحيطه والحذر والارشادات وتوجه الناس وتوجه الدوائر اتخاذ ما يلزم. نعم، يعني